بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية المرقم 22 لهذا العام 2022 والموافقة 112 منذ تشكيل الحكومة، حيث استهل السيد رئيس مجلس الوزراء الكلمة الافتتاحية بالعديد من المواضيع، أهمها أكد دولته على ضرورة عدم الانسياق خلف المنابر الإعلامية التي تحرض للعنف أو تدعو للعنف والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين، وأكد على عدم الانسياق لهكذا دعوات والتحلي بالصبر والحكمة والعقلانية، كما وجه سيادته السادة الوزراء لبذل الجهود والاستمرار في عملهم لآخر ساعة من عمر هذه الحكومة. اتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات، سنذكر بعض منها في هذا الموجز الإعلامي القصير. أولا، تتولى وزارة المالية تمويل مبلغ 1.5 مليار فقط، 1.5 مليار دينار عراقي، وتحويله إلى قيادة العمليات المشتركة لتعزيز الأمن في قاطع سنجار، وإكمال إنشاء سياج الصبات الكونكريتية بطول 15 كيلومتر أمام جبال سنجار إلى مقر اللواء 19 بارتفاع 3.6 مع التحصينات الأمنية لهذا الموضوع. ثانيا، قرر مجلس الوزراء تولي وزارة المالية تمويل فقط 6.5 مليار دينار عراقي إلى وزارة الصحة مستشفى ابن سينا التدريبي والمخصص لتطوير المستشفى المذكور آنفا وتنفيذ مشروع الاستقدام الطبي للفرق الطبية الأجنبية لمعالجة المرضى العراقيين، والبدء بأعمال التنفيذ والتهيئة للبنى التحتية وتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية. كما قرر مجلس الوزراء تتولى وزارة المالية تمويل مبلغ فقط 500 مليون دينار إلى وزارة الخارجية لغرض تغطية تكاليف انعقاد منتدى الحضارات العريقة وبما يتناسب مع مستوى حضور وفود الدول الأعضاء في المنتدى من وزراء الخارجية ووزراء ثقافة ومرافقيهم، والذي سيعقد في بغداد الفترة من 13/11 ولغاية 14/11/2022. كما قرر مجلس الوزراء على تولي وزارة المالية تمويل مبلغ 25 مليون دولار إلى وزارة الدفاع لغرض إجراء الدعم اللوجستي للطائرات الخاصة بوزارة الدفاع. كما قرر مجلس الوزراء على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الاتحاد السويسري بصيغته المعدلة من مجلس الدولة استنادا إلى أحكام المادة 86 من الدستور. كما تعد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى السيد مدير عام الهيئة العامة للضرائب وفقا للسياقات المعتمدة. كان هذه أهم القرارات التي تم اتخاذها في هذه الجلسة الاعتيادية. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.